بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب النذر. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: النذر لغة الإيجاب، وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع. إلزام المكلف البالغ العاقل المختار أن يلزم نفسه، يوجب على نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وحكم النذر مكروه، لأنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. قال صلى الله عليه وسلم: النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري رحمه الله. فالنذر مكروه، لأنه قد يظن أن النذر يقدم له شيئًا أو يؤخر عنه شيئًا، فالنذر لا يقدر، لا يقدم ولا يؤخر، إنما هو يستخرج به من البخيل. فينبغي للمسلم أن يتصدق ابتغاء وجه الله تعالى بدون نذر، ولكن إذا نذر يجب الوفاء. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئًا، يعني من القدر، وأنه إنما يستخرج به من البخيل. البخيل ما ينفق إلا بالنذر. فينبغي للمسلم أن ينفق ابتغاء وجه الله تعالى بدون نذر. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: والنذر في نفسه ليس بطاعة، ولكنه يجعل الطاعة واجبة. فإذا نذر لله وجب عليه الوفاء. قال المؤلف رحمه الله: لا يصح إلا من بالغ عاقل. لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل ولو كافرًا. والصحيح منه خمسة أقسام. الصحيح من النذر خمسة أقسام. قوله لا يصح إلا من بالغ لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. قوله ولو كافرًا، أي ولو نذر وهو كافر فإذا أسلم يجب الوفاء، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولو كان كافرا ثم أسلم يوفي بالنذر. متفق عليه. ورواه الخمسة رحمهم الله. وقال البخاري رحمه الله: باب إثم من لا يفي النذر. ثم ساق حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. الحديث. وذم من ينذر ولا يوفي. قوله المطلق خمسة أقسام. المطلق القسم الأول المطلق النذر المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسمي شيئا، فيلزمه كفارة يمين. إذا قال: لله علي نذر ولم يحدد، يلزمه كفارة يمين. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم والترمذي رحمهم الله. وزاد: إذا لم يسمي، أي إذا لم يذكر الشيء الذي نذر. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب. الثاني القسم الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. نذر في حالة الغضب يريد بذلك يشرط بقصد المنع منه، يعني يمنع من ذلك العمل، أو يوجب عليه، أو التصديق أو التكذيب. فإذا نذر مثل هذا النذر فيخير بين فعله وكفارة يمين. قال لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعاً: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد بن منصور في سننه رحمه الله. الثالث نذر المباح، أن ينذر نذراً شيئاً مباحاً كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني، يعني يخير بين فعله وكفارة يمين. وإن نذر مكروهاً، نذر شيئاً مكروه من طلاق أو غيره، استحب أن يكفر ولا يفعله، لا يفعل الشيء المكروه ويكفر عن يمينه. وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة. وإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الرابع نذر المعصية كشرب الخمر نعوذ بالله، وصوم يوم الحيض نعوذ بالله، والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. إذا نذر معصية لا يعصي الله ولكن يكفر عن يمينه. الخامس نذر التبرر مطلقاً أو معلقاً كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا. فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بما أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزئه قدر الثلث، يتصدق بثلث، وفيما عداها يلزمه المسمى الذي سمى عند النذر. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.
قوله نذر المباح عند الأئمة الثلاثة لا ينعقد ولا يلزم به شيء. ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، رجل يسمى أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم. السكوت عن الكلام مطلقاً ممنوع، إنما يسكت عن الشر، وليستظل أي يجلس في الظل لا يعذب نفسه بالشمس لأن هذا ليس بمشروع، وليقعد، فالقيام بدون دليل ممنوع، وليتم صومه، أما الصوم يتم صومه لأنه عباد. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة وابن الجارود رحمهم الله. ولحديث المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذرها. رواه أبو داود والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه، وأبو داود رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني تضرب بالدف بدون غناء بس تضرب بالدف. وأما نذر المعصية فلا يجوز عند الثلاثة، لا ينعقد ولا يلزم به كفارة، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وصاحب المغني رحمه الله وكثير من الأصحاب. دليل المذهب حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه الخمسة رحمهم الله، وفي إسناده ابن أرقم يضعف في الحديث. والنذر المطلق كقوله لله علي أن أصلي ولم يحدد الركعات، والمعلق إن ولد لي ولد لله علي كذا وكذا. قال الخامس نذر التبرر أي الطاعة مطلقاً أو معلقاً كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، نذر أن يتصدق بجميع ماله أو بما يزيد على الثلث، فإذا نذر هذا النذر فإنه يجزئه قدر الثلث، يتصدق بقدر ثلث المال، وفيما عداها فيما هو أقل من الثلث يلزمه المسمى. قوله إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أي فيجزئه ثلثه، وبه قال مالك رحمه الله، وقال الشافعي رحمه الله يتصدق بجميع ماله. ولنا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما قال له صلى الله عليه وسلم امسك مالك، امسك عليك بعض مالك، متفق عليه. فامتثل كعب رضي الله عنه ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك وهو خير لك. رواه البخاري. وروى أحمد رحمه الله من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه
وفيه يجزي عنك ثلث. ورواه أبو داود رحمه الله. قوله فإنه يجزيه قدر الثلث، قال في المحرر اسم كتاب، والحاوي الصغير اسم كتاب وهو الأصح، وجزم به في الوجيز اسم كتاب، والمنور اسم كتاب، وصوبه في الإنصاف، والذي مشى عليه في المقنع وصححه في المغني والشرح، وقطع به الجزم به في الإقناع والمنتهى رحمهم الله. وقال في الإنصاف، وهو المذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. قال وعنه أنه يلزمه أنه لا يلزمه إلا لشرط أو نية، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. وإن نذر أياما معدودة كما لو قال لله علي أن أصوم 10 أيام أو 20 يوما أو 30 يوما لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. قوله وفيما عداها يلزمه المسمى، فإذا نزل الثلث من ماله فأقل لزمه. كتاب القضاء. فائدة: القضاء له أصل وأركان وحكم وتعريف. فالأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، وأركانه 5: القاضي الذي يحكم، والمقضي به الشيء الذي حكم به، والمقضي فيه الشيء الذي قضى فيه، والمقضي له والمقضي عليه. وحكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الناس، وإذا تركوه أثموا. وهو لغة، القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه، إحكام الشيء والفراغ منه، واصطلاحاً تبيين الحكم الشرعي. القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. والناس في القضاء على 3 أضرب، أي على 3 أنواع: منهم من لا يجوز له الدخول فيه، أي لا يجوز له أن يدخل في القضاء، وهو من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروط، هذا لا يجوز له أن يدخل في القضاء لأنه لا يحسن ولم تجتمع فيه شروط. الثاني من يجوز له ولا يجب عليه، وهو من كان من أهل الاجتهاد والعدالة، ويوجد غيره مثله، ما زال يوجد غيره مثله، فيكون يجوز له ولا يجب عليه. والقضاء منصب شريف ورتبة عالية لما يترتب عليه من المصالح للأمة. الثالث من يجب عليه، وهو من يصلح للقضاء ولا يوجد غيره. ومن محاسن شريعتنا الغراء وأهدافها السامية أنها جمعت في هذا الباب بين الترغيب والترهيب. روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، فله أجران. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، إذا كان من أهل القضاء ولكن أخطأ. وأخرج أهل السنن رحمهم الله عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة 3: 1 في الجنة، 2 في النار.
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار أي ظلم في الحكم وهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. اللهم أجرنا من النار. فعلى القاضي أن يقضي بالحق، وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني أنه موقف خطير. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو فرض كفاية، القضاء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، دليله أنه صلى الله عليه وسلم تولاه بنفسه، وبعث عليًا رضي الله عنه إلى اليمن فقاضيًا، وبعث معاذًا رضي الله عنه قاضيًا، وعمر رضي الله عنه ولى شريحًا رحمه الله قضاء الكوفة، وكعب بن سوار رحمه الله قضاء البصرة، ولعموم ما رواه أحمد رحمه الله وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. قال: وهو فرض كفاية، يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. قال في القاموس: الإقليم كقنديل، واحد الأقاليم السبعة. وقال غيره: الأقاليم السبعة. قال: الأقاليم السبعة، الهند إقليم، الثاني الحجاز إقليم، الثالث مصر والشام، الرابع بابل وهي بالعراق، الخامس الروم، السادس بلاد الترك، السابع الصين. هذه تسمى أقاليم، سبع أقاليم. قلت: ولا مانع من القول بأنه يجب أن يكون في كل مقاطعة أو كل بلد قاضياً إذا كان ثم، أي هناك حاجة وضرورة. يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضياً، ويختار أفضل من يجده علماً وورعاً، ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. فيقول الإمام، يقول للقاضي: وليتك الحكم، أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد، وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين الأيتام، والحجر على من يستوجبه، المنع منعه من التصرف إذا كان مفلسا لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها في الوقف، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله، يكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل، ويولي خاصًا فيهما أو في أحدهما. ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغًا، عاقلًا، ذكرًا، حرًّا، مسلمًا، عدلًا، سميعًا، بصيرًا، متكلمًا،
مجتهدا، لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط في القاضي. مجتهدا ولو في مذهبه. قوله ذكرا، وبه قال مالك والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن بنت كسرى، لما هلك كسرى ملك الفرس ولاها قومها أي بنت كسرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة لا تكون والية ولا قاضية لأنها ناقصة عقل ودين. رواه البخاري رحمه الله. وقال ذكرا حرا، وبه قال الجمهور، واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله جواز أن يكون العبد قاضيا، يعني إذا توفرت فيه الشروط. قوله مسلما إجماعا، لا بد أن يكون القاضي مسلم. قوله بصيرا أي غير أعمى، هذا قول أكثر العلماء رحمهم الله. وقال بعض الشافعية: يجوز أن يكون أعمى لأن شعيبا عليه السلام كان أعمى، وإليه ميل الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، والقول به أولى وعليه العمل في هذا المعنى وقبله. مجتهدا يعني عالما بالأحكام ومجتهد، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله. وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز أن يكون العامي قاضيا، ولكن هذا القول في نظر، نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد. ولنا قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، لا بد أن يكون عالم بما أنزل الله. وقال: لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا بد أن يكون عالم. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والله يأمر الأمة أن يكون لها برسولها أسوة، أسوة حسنة، في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولحديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه عليه السلام إلى اليمن، قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، لأن الله قد أعطاه علم، أو كما جاء، فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف، أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود في الأقضية، والترمذي في الأحكام، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فلا بد أن يكون القاضي عالما مجتهدا. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. دليل ذلك ما روى أبو شريح رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا، لأنه كان يصلح. أما الحكم بغير ما أنزل الله فهو باطل، لكن كان مصلحاً
يصلح بين الناس. رواه النسائي رحمه الله. وقد تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، عمر وأبي رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت، ذكر ذلك البيهقي رحمهم الله. وحاكم عمر رضي الله عنه أعرابيًا إلى شريح، وتحاكم عثمان وطلحة رضي الله عنهما إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه، ولم يكونوا قضاة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: العشر صفات التي ذكرها في المحرر في القاضي لا تشترط فيما يحكمه فيما يحكمه الخصمان. فائدتان: الأولى، المجتهد هو من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة والمجاز، يعرف الحقيقة ويعرف المجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه. لا بد أن يعرف هذه الأشياء حتى يعرف كيف يقضي، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من أحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها ومنقطعها بما له تعلق بالأحكام خاصة، وهي في كتاب الله تعالى 500 آية. آيات الأحكام في كتاب الله تعالى 500 آية، ولا يلزم معرفة سائر القرآن. فإذا عرف هذه الأمور يكون قاضياً. ويعرف ما اجتمع على المجتمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه، ويعرف من العربية ما يستعين به على ذلك. وقال في الإقناع، واختار في الإفصاح، وقال وفي الرعاية أو مقلدًا إذا كان مقلد وعليه عمل الناس من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس. الثانية، قال علي رضوان الله عليه: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيًا حتى يكون فيه خصال، عفيف أي بعيد عن المحرمات والرشاوي وغيرها، حليم يحلم ولا يغضب بسرعة، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب قبله، لا يخاف في الله لومة لائم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه 7 خلال، إن فاتته واحدة كانت فيه وصمة أي عيب، والوصمة العيب والنقص والعار كما في القاموس. تلك الخصال: العقل والعفة والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجب أن يكون القاضي ورعًا، أن يتورع عن المحرمات والشبهات، ويجب أن ينصب على الحكم دليلًا، يجب أن ينصب على الحكم دليلًا. وقال أيضًا: ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقًا. وقبله: لا يجوز على المشهور إلا أن يضيق الوقت، ففيه وجهان. باب آداب القاضي: ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف، ليناً من غير ضعف، حليماً ذا أنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحاً، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه أي في نظره وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه،
وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب يشاورهم فيما يشكل عليه. قال: لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله: وأمرهم شورى بينهم. وكان عليه الصلاة والسلام كثير المشورة لأصحابه رضي الله عنهم، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في قضايا مشهورة. وليعدل بين الخصمين، وهذا بالإجماع، لقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. وقد ذكر الله العدل في القرآن وحث عليه ورغب فيه وأمر به في 21 آية. وقوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الأول، فإنك إذا فعلت تبين لك القضاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون أي العادلون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم. رواه مسلم رحمه الله. وروى أحمد وأبو داود رحمهم الله عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى عليه السلام أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. قوله: ومجلسه، أي يعدل بينهما في المجلس، إلا مسلماً مع كافر، إلا إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر، فيقدم المسلم عليه في الدخول ويرفع في الجلوس، ويحرم القضاء وهو غضبان، كثيراً أو حاقن، يعني محصور ببول أو غائط، أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، يعني لا يقضي في هذه الحالات. وإن خالف فأصاب الحق نفذ، لحديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب يغير الفكر. رواه الجماعة رحمه الله رحمهم الله. وترجم له البخاري رحمه الله: باب هل يقضي الحاكم وهو غضبان، يعني لا يحكم وهو غضبان. قوله: أو حاق، يعني محصور ببول أو غائط، هذا بالقياس على الغضب. ويحرم قبول رشوة، يحرم على القاضي قبول الرشوة، وهذا بالإجماع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، أي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يقبل الرشوة في الحكم. نعوذ بالله من لعنة الله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه واللفظ له رحمهم الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح رحمهم الله. وتجوز الرشوة في حق الدافع لها دون الآخذ، إذا كان الدافع يتقي بها شرًا وظلمًا، أو لا يتحصل على الثابت إلا بها، وليس في دفعها ظلم لأحد
والرشوة بتثليث في القاموس، رشوة ورشوة ورشوة، ثلاث حركات. وكذا هدية، لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية لما في المتفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقال له ابن اللتبية على الصدق، يعني جعله يأتي إلى أهل الأموال ويقبل منهم ويأخذ منهم الصدقة ويدفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً جاء به له رغاء صوت البعير، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار صوت البقر، وإن كانت شاة جاء بها تيعر صوت الشاة، فقد بلغت. فلا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية، لأن الهدية ما دفعت إلا لأجل أن يغير الحكم، نعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، يعني حرام. رواه أحمد والطبراني رحمهم الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، إلا إذا كان رجلان بينهما مهادات قبل القضاء فيجوز أن يأخذ الهدي، وأما بعد القضاء لا يجوز له أن يقبل الهدي. إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، قبل أن يكون قاضي، إذا لم تكن له حكومة، بشرط أن لا يكون له مسألة له حكم، أما إذا كان له حكم لا يجوز أن يقبل هديته. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفيه: لا تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول، أي حرام، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. رواه الترمذي رحمه الله. قوله: إذا لم تكن له حكومة، صاحب الهدية لا يكون له قضية عند القاضي، فإذا كان له قضية لا يقبل هديته. فيحرم قبولها، والحالة هذه، وطريق السلامة رد الهدية حتى ممن كان يهاديه قبل ولايته، يعني ينبغي للقاضي أن يحذر لا يقبل الهدية مطلقا. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه، ولا ينفذ حكمه لنفسه، أي إذا حكم لنفسه القاضي لا يقبل، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله لقصة الأعرابي الذي اشترى منه الرسول صلى الله عليه وسلم الفرس. اشترى الرسول عليه الصلاة والسلام فرس من أعرابي، وذهب ليأتي بثمن، وجاء رجل وزاد في ثمن، والأعرابي نقض البيع الأول، فإنه أنكر البيع حتى شهد خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بأنه باع على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن الأعرابي باعه، فطلب قال: أنا اشتريت وذهبت آتي بالثمن. فقال الأعرابي: من يشهد لك؟ فخزيمة رضي الله تعالى عنه قال: أشهد أنك بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنه، خزيمة بن ثابت. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه حاكم أبيا رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، وحاكم عثمان رضي الله عنه
طلحة رضي الله عنه إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه، وحاكم علي رضي الله عنه يهودياً إلى شريح رضي الله عنه، ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في سننه. وينفذ حكم القاضي لإخوته وعمومته، أما عمودي النسب وهو الآباء وإن علوا والبنون وإن نزلوا، فلا ينفذ حكم الحاكم لهم، لا ينفذ حكمه لأبيه وجده، ابنه ابن ابنه لا ينفذ حكمه، لأنه يتهم أنه يحابي. ولا لمن لا تقبل شهادته له، ولا ينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته له. هذا أحد وجهين، وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. والذي لا تقبل شهادته لهم هم عمودي النسب، الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، وكذا الزوج مع زوجته، فحكمه غير نافذ للتهمة ولقوة الصلة. ومن ادعى على غيره برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. ومن ادعى على غيره على غير برزة، يعني على امرأة غير لا تخرج ولا تدخل، لم تحضر، غير برزة، يعني امرأة لا تتبرج ولا تخرج، فأمرت بالتوكيل، يأمرها أن توكل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. باب طريق الحكم وصفته. قوله برزة، البرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها، المرأة البرزة التي تخرج لقضاء حوائجها. وقال في المطلع: هي الكهلة، أي كبيرة السن التي لا تحتجب احتجاب الشباب. باب طريق الحكم وصفته. الحكم لغة المنع، وفي الاصطلاح فصل الخصومات، وطريق كل شيء ما يتوصل به إليه. قوله: قال للمدعي إن كان لك بينة، إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت بلد، ورجل من كندة بلد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها. فقال عليه الصلاة والسلام للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينة. يحلف البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن أحضرها، أي فإن أحضر البينة سمعها وحكم بها، ولا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه. هذا المذهب بلا ريب، ولا فرق بين ما سمعه أو رآه قبل ولايته أو بعدها، إلا إذا كان ذلك في مجلس الحكم فيجوز. وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله. نعم، يجوز للقاضي أن يحكم بما رآه أو سمعه في مجلس حكمه. والدليل على أن القاضي لا يحكم بعلمه الحديث الآتي. دليل ذلك حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أفصح بحجته من بعض، فأقضي عليه، فأقضي على نحو ما أسمع. متفق عليه. فدل على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم. ولقصة الأعراب الذين أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الغرم، ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. ثم قال: إني خاطب ومخبر الناس. قالوا: نعم. ثم لما خطب قال في معرض خطبته: أرضيتم؟ قالوا: لا. فعلها مرتين أو ثلاثا، وفي كل مرة يزيدهم عليه السلام من المال حتى قالوا: رضينا. فلم يحكم عليه السلام بعلمه. وبهذا قال شريح رحمه رضي الله عنه ومالك والشعبي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقوله عليه السلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها: خذي، قالت: أن أبو سفيان شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، فقال: خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف لا بالإسراف والتبذير. يقول: هذا فتية لا حكم، هذه مسألة إفتاء لا حكم. وعن أحمد رحمه الله أنه يجوز، وبه قال كثير من العلماء لقصة هند. فلما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبني، قال: خذي من مال أبي سفيان بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وإن قال المدعي: مالي بينه، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، وإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. وإن نكل أي امتنع قضى عليه. قال: وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، واختاره ابن القيم رحمه الله. دليل ذلك ما روى أحمد رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت رضي الله عنه عبداً، فادعى زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، فأنكره عبد الله، فتحاكم إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه: احلف إنك ما علمت به عيباً، فأبى أن يحلف فرد عليه العبد. واختار أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول أي إذا امتنع، ولكن يرد اليمين على المدعي. وقال: قد صوبه أحمد رحمه الله، وقال: ما هو ببعيد يحلف واحد يحلف ويأخذ. وقال في الفروع اسم كتاب: يجوز ردها. واختارها الموفق في العمدة رحمه الله وصاحب الهداية رحمه الله، وزاد: بإذن الناكل فيه. والمراد بالناكل هو المدعى عليه. واختاره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اسم كتاب، واستدل عليه بقصة عثمان رضي الله عنه مع المقداد رضي الله عنه حين اختصما إلى عمر رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه يدعي بأن المقداد عنده له 7000 درهم، والمقداد لم يعترف إلا 4000. فقال المقداد رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: يحلف عثمان رضي الله عنه بأنها 7 ويأخذها. فقال عمر رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: قد أنصفك الحلف، أخذها. وقال في الإنصاف: والصحيح أنه لا يشترط على القول بالرد إذن الناكل في الرد، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله. ومذهب مالك والشافعي رحمهم الله أنه يقضى
بالنكول بل ترد اليمين على المدعي. قال المؤلف: وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. قال: وهو اختيار ابن القيم رحمه الله لقول عمر رضي الله عنه: البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة. الله أكبر، الله أكبر.